16 دولة، قارتين، ولغة واحدة بتجمعنا في كأس العرب 2021. قبل سنة بالتمام والكمال من استضافة قطر لكأس العالم، بتجمع بعد غياب أقوى المنتخبات العربية من المحيط إلى الخليج. قطر دولة صغيرة، مساحتها ما تزيدش عن 11500 كيلو متر مربع، وعدد سكانها مش اكتر من 2.5 مليون نسمه، 14% منهم بس من السكان المحليين. ولان الجغرافيا مستحيل تنفصل عن الرياضه، ده اثر على المساحه اللي كان بيلاقيها مدربين المنتخبات علشان يختاروا لاعبين يمثلوا منتخب قطر. اي لاعب بيتالق في الدوري القطري وما لعبش المنتخب بلده كان بيلاقي فرصه ان هو ينضم لمنتخب قطر. كلنا فاكرين سباستيان سوريا، فابيو سيزر، اميرسون ولورنس كواي. لكن جت اللحظة اللي غيرت تاريخ الكرة القطرية. سنة 2004 تم افتتاح أكاديمية سباير، فجأة اتغيرت سياسة قطر، وبدل تجنيس لاعبين هم أصلا مش نجوم صف أول، بدأوا يهتموا بالناشئين اللي في أكاديمية سباير، واللي بالمناسبة أغلبهم من أبناء المقيمين والمهاجرين. لكن الفرق إن قطر هي اللي كانت بتشرف على إعدادهم، وفعلا النتائج كانت مبهرة. قدرت قطر بتشكيل اغلبه من اكاديمية سباير ان هي تفوز ببطولة اسيا للشباب سنة 2014 تحت قيادة مدرب اسباني اسمه فيليكس سانشيز. الراجل ده كمل مع المنتخب الاول، وب 13 لاعب كان عندهم الفرصة ان هم يتم تأسيسهم في اكاديمية سباير، قدر يحقق اكبر انجاز كروي في تاريخ قطر، وفاز ببطولة اسيا سنة 2019. ودلوقتي وقبل سنة واحدة بس من استضافة كأس العالم، من الواضح ان قطر في افضل مستوى كروي ليها. المجموعة الاولى خليجية، وبتضم منتخب البحرين اللي يمكن يكون اقل المنتخبات العربية حظا. عايز تشوف منتخب بيواجه سوء توفيق كبير جدا، اتفرج على منتخب البحرين وجيله الذهبي في كأس اسيا 2004. ماتش عجيب جدا ضد اليابان، خسرته البحرين 4-3 بعد ما كانت متقدمة لحد الدقيقة 90. السيناريوهات الغريبة كملت معاهم في تصفيات كاس العالم 2006، بيلعبوا ترينداد وتوباجو على ملعبهم ومحتاجين تعادل سلبي بس علشان يشاركوا في كاس العالم لأول مرة في تاريخهم. واللي يحصل ايه؟ ان ترينداد وتوباجو تقدر ان هي تفوز 1-0، والبحرين ما تقدرش ان هي توصل كاس العالم. الفرصة بيتقال ان هي ما بتجيش مرتين، لكن مع البحرين بتيجي مرتين وثلاثة واربعة، بس للأسف كلها بتضيع. سنة 2010 كان عندهم فرصة تانية، بس كانوا بيواجهوا نيوزيلندا المرة دي، ضربة جزاء والمفترض خلاص الطريق مفتوح علشان يشاركوا في كاس العالم جنوب افريقيا، لكن سيد عدنان بيضيع ضربة الجزاء وبيضيع امال البحرين ان هي تشارك في كاس العالم. المنتخب الثالث في المجموعة عمان، وأول ما نقول اسم عمان أكيد أول اسم هيجي في بالنا هو علي الحبسي، الحارس الأسطوري للسلطنة، واللي قدر إن هو يشارك في الدوري الإنجليزي ويعمل تاريخ كبير جدا ويبقى النجم الأول لفريق ويجن ويفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، أعرق بطولة إنجليزية على الإطلاق. قليلين اللي قدروا إن هم يكونوا الوجهة المنفردة لبلادهم في كرة القدم، وأكيد علي الحبسي منهم. هو أسطورة بيتطلع عليها كل طفل عماني وخليجي وعربي. الراجل ده قدر ان هو يتحدى الصقيع النرويجي ويكمل بتجربته ومغامرته في أوروبا لحد النهاية، ويكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ عمان وفي تاريخ العرب. المنتخب الرابع في المجموعة منتخب العراق، والعراق أكيد دولة كروية أكبر من عمان. نجوم هتلاقي يونس محمود، نشأت أكرم، أحمد راضي، حسين سعيد، عدنان درجال، كلها اسماء حققت انجازات كبيرة مع منتخب العراق. منتخب العراق يعني مشاركة مونديالية، يعني بطولة اسيا، ذهبية الالعاب الاسيوية، كاس الخليج، كاس العرب، الحقيقة انجازات والقاب كبيرة جدا حققها اسود الرافدين. ورغم ضخامة انجازات منتخب العراق، الا اني ممكن اقولك ان اسم واحد بتتلخص فيه اغلب انجازات المنتخب العراقي، وهو عمه بابا. عراب الكرة العراقية عمانوئيل بابا داوود، وعمانوئيل في اللغة الأرمية معناها الله معنا، وهو صاحب أبرز الإنجازات في تاريخ منتخب العراق. يكفي ان اقولك انه قاد منتخب العراق في 7 ولايات مختلفة، وقدر انه يحقق نص انجازات والقاب منتخب العراق. ورغم وفاته سنة 2009، الا ان اكاديميته اللي افتتحها سنة 2001 قدمت ابرز نجوم المنتخب العراقي في الوقت الحالي، زي همام طارق، علي عدنان، علي فائز، مهند علي ميمي، وبشار رسم. عشان كده لو في رمز كروي يستحق التكريم في كاس العرب ونختم على شرفه اول حلقة من المحيط الى الخليج، هيكون عمه بابا.